بسم الله الرحمن الرحيم. فيتامين مهم جدا عشان مناعة الطفل وموجود في مكاتب الصحة عندنا. فيتامين ألف. فيتامين ألف ده بيبقى مهم جدا عشان نمو الطفل والتطور العقلي، مهم جدا عشان زيادة مناعة الطفل ومحاربة البكتيريا والفيروسات، مهم جدا عشان يحمي الطفل من مرض العشاء الليلي وضعف النظر، مهم جدا إن يحمي الطفل من الإسهال، مهم جدا إن يحمي الطفل من الإصابة بالحصبة، كمان مهم جدا عشان صحة الجلد. هتكلم في الفيديو ده على الجرعات اللي لازم نعرفها لفيتامين ألف بالنسبة للأطفال. لو لقيت حضرتك الفيتامين ألف موجود في الصحة خده، ما لقيتوش هتشتريه من الصيدلية. الجرعة بندي الفيتامين ألف جرعات مجمعة، جرعات كبيرة مجمعة، يعني ما بنديش كل يوم، لا بندي مثلا الأطفال من 6 شهور لحد عمر سنة بندي لهم 2 كبسولة. الكبسولات دي بتبقى جيلاتينية، ممكن بنخرمها بسن إبرة معقمة وبنفضيها في فم الطفل والطفل يبلعها. عند عمر قلنا 6 شهور لسنة بندي كبسولتين وبتفضيهم، أو تفضيهم على مية والطفل يشرب. بعد عمر سنة بندي كل 6 شهور 4 كبسولات بنخرمهم ونديهم بالطريقة اللي احنا قلناها، كل 6 شهور لحد عمر 5 سنين. الجرعات العالية دي بتبقى بتتخزن في الكبد ومخازن الجسم، وبعد كده ايه تمد الطفل بيها دوري.